مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد حلقه جديده السادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم، وبيتهيألي انه شعار النهارده وبكره واليومين اللي جايين لا صوت يعلو فوق صوت مباراه القمه. الحقيقه طبعا هنتابع مع حضراتكم، وده هيكون جزء اساسي من حلقه السادسه النهارده، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي. هنتعرف على موقف اللعيبه خصوصا طبعا المصابين، كل تفاصيل متعلقه باستعدادات فريق النادي الاهلي هتكون حاضره معانا في السادسه، بالاضافه طبعا الفقرات اليوميه اللي حضراتكم اتعودتوا عليها. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. حلقه نهايه الاسبوع دايما تبقى خفيفه بس برضو مليانه حاجات كتير، هيبقى معانا حاجات طبعا كتير، طبعا كلام عن مباراه القمه، يومين بس بيفصلونا عن مباراه الاهلي والزمالك، والحقيقه ان هي ماتش مهم جدا، وبالرغم من الفرق الكبير بين الاهلي والزمالك في جدول الترتيب الا ان الماتش ده ليه اهميته، بيعتبر بطوله خاصه. كلنا ثقة بإذن الله في اللعيبة أنه المكسب مهم جدا في مباراة زي دي، لأنها أكيد دفعة معنوية قوية جدا للعيبة قبل فترة مهمة قوي أحمد، وهي ماتشات دوري أبطال أفريقيا. كمان عايز أقول أنه ماتشات زي ماتشات القمة دي أحمد دايما بيبقى كتير في نجوم بيبقى ظهورها ومولد نجوميته بيبان في ماتش زي ماتش القمة ده. صحيح، أنا بيتهيألي أنها بتبقى فرصة للشباب اللي بيظهر أو بيقدم اوراق اعتماده زي ما بنقول قدام الجمهور، ومن الوارد جدا في تشكيله الاهلي نشوف وجوه بتشارك لاول مره، ده احتمال وارد. مهم كمان نقول ان الماتش ده دايما بنحسبه بالورقه والقلم بست نقط، يعني اللي بيكسب، واعتقد ان الاهلي طبعا فارق بعدد كبير جدا من النقاط، فبالتالي لو قدر الاهلي ان شاء الله باذن الله يفرح جماهيره ويفوز بلقاء القمه، اعتقد انه يبقى قطع مشوار طويل جدا في مشوار حسم بطولة الدوري. زي ما قالت سارة، الحالة النفسية والمعنوية بالنسبة للفريق وهو داخل خلاص بنقرب كل مدى. الحقيقة يمكن احنا قدامنا شهر تقريبا على مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي كل ما بنقرب كل ما اللعيبة عايزة تكون في حالة استقرار نفسي وحالة معنوية عالية، بالإضافة طبعا لإطمئنان على مشوارنا في الدوري. احنا عاملين ريكورد كويس جدا السيزون ده، احنا اعتقد لسه ما كسرناش رقم مانويل جوزيه في عدد الماتشات اللي لعبناها بدون خساره في الدوري، لكن اعتقد عاملين 20 مباراه او 20 بدون خساره، وده طبعا رقم فوز واثنين تعادل بالظبط كده، فاعتقد ده برده الى حد كبير جدا واحد من اهم النقط الايجابيه في مشوار السنين معانا النهارده. الحقيقه كمان نجم بداياته كانت قويه جدا، والحقيقه يمكن لما تسمع دايما وجهة نظر الجمهور في لعيب معين تقبل أن يكون في تباين أو يكون في اختلاف في وجهات النظر حوالين أداء أو مستوى أو مهارات لعيب معين، لكن لما تسمع شهادة لعيبة ونجوم كبيرة جدا في زميل ليهم في الملعب تتأكد أنه كان صاحب موهبة كبيرة جدا. أشرف ممدوح اللي يمكن مشواره مع الأهلي ما استمرش فترة طويلة جدا، لكنه كان واحد من النجوم الواعدين، والحقيقه اتنقل من المستطيل الاخضر عشان يكون زميل لينا امام كاميرات الاعلام، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه مساء. كمان عايزين نقول يا احمد انه ان شاء الله هيكون معانا في الحلقه لقاء عبر سكايب مع مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، هنتكلم معاه في تفاصيل كتير عن ليفربول، وكمان اكيد عن نجمنا المحترف محمد صلاح. نبدا مع حضراتكم باهم العناوين. الأهلي يبدأ تدريباته اليوم استعداداً للقمة 120. فايلر يطلب تقريراً عن لاعبي الأهلي المعارين. إعلان مواعيد ثلاث جولات للدوري. أزمة جديدة لاتحاد الكرة والمنتخب بسبب الأجندة الدولية. رسمياً برشلونة يعلن تعيين كومان مديراً فنياً للفريق. مباراة نارية بين بايرن ميونخ وليون على مقعد النهائي لدوري أبطال أوروبا. مناسبة الحقيقة في يمكن اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي في فرع النادي في مدينة نصر، وهنروح الحقيقة لفرع النادي هناك. معنا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي هناك، وهيكون موجود معايا الزميل الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي. مساء الخير يا فاروق، ويعني نعرف منك ومن خلال الزميل شريف فؤاد أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة.
كل التحية ليك يا أحمد، كل التحية ليك يا سارة، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي هنا في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، كثير من الأمور تم مناقشتها، الأجندات المطروحة اللي كان تم طرحها في هذا الاجتماع، والكثير والكثير من هذه القرارات سواء من ناحية المشروعات ومن ناحية تقدير النادي الأهلي للعاملين بالنادي الأهلي والكثير من الأمور. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي. دكتور خالص تحيات احمد سمير وساره محسن وكل جماهير ومشاهدي النادي الاهلي، حطنا في الصوره وكلمنا على القرارات والاجندات اللي كانت مطروحه النهارده على اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بك يا فاروق، اولا اشكرك شكرا جزيلا وكل العاملين في قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه اوجه التحيه لزميلي العزيزين، الصديق طبعا العزيز احمد سمير وساره محسن وبرنامج السادسه، الحقيقه المتالق منذ انطلاقه قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد. كل التحيه الحقيقه للقائمين على إدارة القناة وشركة لايف وشركة سادات القبضة. الحقيقة الصورة العظيمة والمحتوى اللي شفناه في قناة النادي الأهلي يؤكد أننا نستطيع أن نرى الحقيقة محتوى كبير يليق بالإعلام أولا ثم يليق باسم النادي الأهلي ثانيا، فكل التحية لجميع العاملين في قناة النادي الأهلي، كل التحية كمان لجمهور النادي الأهلي العظيم، أعظم ما يملك هذا النادي العريق الحقيقة هو جمهوره، وهنيئا لهم بهذه المنصة الإعلامية وهذه الشاشة المتميزة. خليني أقول لك النهاردة الحقيقة يوم آخر من أيام النادي الأهلي، يوم فارق من هذه الأيام، هو ليس فقط اجتماع دوري لمجلس إدارة النادي الأهلي بينعقد اليوم في مقر النادي في مدينة نصر، ولكنه هو يوم آخر شاهد على مزيد من الإنجازات. الآن أو بعد دقائق يعني سيتم افتتاح البوابة الثانية بمدينة نصر، بالإضافة إلى التطوير الهائل اللي حدث بملاعب الأكاديمية للاعبين الصغار والنشأ. الحقيقة كانت هذه الملاعب تستوعب 2000 لاعب، الآن تستوعب 4000 لاعب، تم استخدام الحقيقة كل التقنيات والطرق الحديثة في إنشاء الملاعب للحفاظ على سلامة اللاعبين الصغار، وده بيأتي في إطار خطة ممنهجة وضعها النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب منذ توليه زمام الأمور قبل سنوات. مجلس الإدارة النهاردة الحقيقة ملتئم من حوالي 3 ساعات برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الأمور، وخرجت عنه مجموعة من القرارات. أهم هذه القرارات الحقيقة هو أنه مجلس الإدارة وافق على الدراسة المقدمة بإعادة الهيكلة الخاصة بالعاملين والموظفين في النادي الأهلي. هناك انحياز من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للعاملين والموظفين، ويمكن هم الفئة المنتمية إلى النادي اللي ربما تكون مرتباتهم ليست بالشكل الكبير زي باقي الحقيقة القطاعات الأخرى، فكان الكابتن محمود الحقيقة حريص ومجلس الإدارة على إعادة الهيكلة، ترقية عدد 144 موظف في أكبر حركة ترقيات الحقيقة وعلاوات لم تتم منذ يوليو 2017، يعني من أكثر من 3 سنوات، رغم الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيعيشها ومصر بتعيشها في ظل الحقيقة جائحة كورونا، ورغم توقف النشاط الرياضي وتوقف كثير من طرق التمويل والموارد، إلا أنه مرة ثانية ومرة ثالثة مجلس إدارة النادي الأهلي بيضرب المثل في كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتقدير الناس الحقيقة. خليني أقول لك فاروق كمان كلمة معبرة جدا، حرص الكابتن محمود الخطيب النهارده وهو بيمضي على هذا القرار انه يوجهها للعاملين في النادي الاهلي تقديرا منه ومن مجلس الاداره لكل الجهد المخلص اللي بيتم. كابتن محمود الخطيب نصا وبخط ايده على فكره هذه الكلمه الحقيقه انا حصلت عليها، بيقول فيها لجميع الساده العاملين في النادي الاهلي، بيقول لهم الكابتن محمود الخطيب انتم جزء هام من نجاح النادي الاهلي ومنظومته، ومجلس اداره النادي الاهلي يتقدم دائما لكم بكل التقدير، وانه هذا جزاء من يعمل دائما بحب وانتماء للنادي الاهلي، مع دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح امضاء محمود الخطيب. الحقيقه دي واحده من اهم القرارات اللي اتخذت النهارده في مجلس الاداره، وحضرتك عارف ان هيكون لها تأثير وانعكاس على أداء العاملين المنتمين إلى هذا المكان. عندنا كمان سريعا مجموعة من القرارات، منها توفير المركز الرياضي في المعادي وأيضا استاد القاهرة لتدريب الحقيقة فرق ألعاب القوى بالنادي، ده ليه؟ لأنه الحقيقة أنه الملاعب بتاعتهم الموجودة في مدينة نصر الآن
في إنشاءات ضخمة جدا بتتم، وبيتم إنشاء جراج سطحي ليسع عدد كبير من السيارات ربما تأتي على حساب قدر من هذه الملاعب. فحتى إعادة تجهيز بعض الأراضي الموجودة في مدينة نصر لفرق ألعاب القوى، فعلى طول كان قرار مجلس الإدارة باستئجار الملاعب في المركز الرياضي في المعادي وأيضا في استاد القاهرة. كمان مجلس الإدارة النهاردة وافق على تجديد التعاقد مع المحترف في الفريق الأول لكرة السلة ألكسندر يونغ. كمان تم تجديد التعاقد مع عدد من لاعبات الفريق الأول لكرة السلة زي دينا عمرو وفريدة وائل ونهى شتا وسلوى هارون وثريا محمد ورنا نبيل. أخيرا تم تجديد التعاقد أيضا للاعبتين مهمين جدا في الفريق الأول لكرة الطائرة، هم آية الشامي وفريدة العسقلاني. في حالة من الاستقرار والنجاح والتقدم في النشاط الرياضي للنادي الأهلي بشكل عام على كل المستويات. أنت شايف فاروق الثورة الإنشائية اللي حاصلة الحقيقة في مقر النادي في الجزيرة وفي مدينة نصر وفي فرع أيضا في الشيخ زايد، بالإضافة إلى الفرع الجديد اللي بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الآن تعمل عليه وإن شاء الله ينتهي في خلال عام موجود في التجمع الخامس. الخطة مستمرة، الإنشاءات مستمرة، كل ما يرضي جمهور النادي الأهلي وأعضائه ومحبيه إن شاء الله سيجدوا منه المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة وأيضا خلال الشهور القادمة. دكتور شريف، عايز استغل وجود حضرتك برضو نتكلم على بعض الامور اللي تم طرحها في الفتره الاخيره عن مؤمن زكريا ومخاطبه النادي الاهلي لوزاره الشباب والرياضه. حطينا في الصوره اكتر بخصوص مؤمن زكريا. شوف، النادي الاهلي عنده منهج ومجلس اداره النادي الاهلي انه ابناؤه المخلصين، وحط تحت المخلصين دي والمنتمين اكتر من خط، يعني ليهم مكانة خاصة، النادي الأهلي بيقدرهم أيما تقدير، فما بالك إذا كان في كمان حالة إنسانية تستوجب أن النادي يقف جنب ابن من أبنائه، وده نهج الكابتن محمود الخطيب الحقيقة. مؤمن زكريا هو بيعتبره ابن من أبنائه، من أبناء النادي الأهلي. مؤمن مش مسجل في القائمة، وبالتالي طبقا للقانون واللوائح، لأن أنت مؤسسة يعني مالية بتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، كل الأجهزة الرقابية، عندك لوائح بتتحرك في حدودها وفي موافقات مالية لازم الجهة الإدارية اللي هي في هذه الحالة المجلس القومي للشباب أو وزارة الشباب والرياضة تمنحك هذه الموافقات. مؤمن بيمر بظروف صحية صعبة للغاية، كل أمنياتنا الطيبة ليه بالشفاء. تكاليف علاجه باهظة الحقيقة، وبيحتاج الى علاج خارج مصر. كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب انه لا تخلي عن مؤمن بغض النظر عن انه مقيد في القائمه او مش مقيد. الحقيقه مرتين تم مخاطبه وزاره الشباب والرياضه من قبل مجلس الاداره للحصول على دفعات لمساعده اللاعب في علاجه. الحقيقه نظرا لانه العلاج بيتكلف اكتر، كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي بمنح مؤمن قيمه تعاقده، مش بس دفعات، كان في مره 650,000 ثم 650,000، لا، قيمه التعاقد المجلس الاداره قرر ان هو يمنحه لمؤمن. بس الحقيقه ده مش قرار مجلس الاداره ولا حتى الجمعيه العموميه، ولا لانه اللوائح بتمنع ده والقانون بيمنع ده، لازم موافقه الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه. فكان الخطاب الحقيقه العظيم من الكابتن محمود للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للموافقه على هذا الامر. كلنا ثقه انه الدكتور اشرف صبحي سيوافق الحقيقه والجهات المعنيه في وزاره الشباب على صرف هذا المبلغ اللي هو قيمه تعاقد مؤمن زكريا اللي استكمل بيه علاجه، وعشان نشوفه ان شاء الله سليما معافى، يعني نجما باذن الله في ملاعب كره القدم مره اخرى. ده نهج النادي الاهلي ولن يتخلى عن ابن من ابنائه. يعني دكتور شريف، يعني هسال احمد ساره لو في اي سؤال او اي استفسار للدكتور شريف فؤاد نطرحه انا معاكم، لو في اي استفسار نطرحه على الدكتور شريف فؤاد. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، بنشكر دكتور شريف، واعتقد انه اذا كان الوقت يسمح في كتير من القضايا والملفات اللي محتاجينه يشرفنا فيها في السادسه نناقشها بكل تفاصيل قدام جماهير النادي الاهلي على الهواء. بشكرك شكرا جزيلا، وارجوك توجه الشكر للدكتور شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم النادي الاهلي. حقيقة يمكن يعني طبعا القاعدة الجماهيرية الأكبر بالنسبة للنادي بحجم النادي الأهلي بتكون طبعا موجهة للرياضات الجماهيرية والشعبية زي كرة القدم في المقدمة، وراها السلة والطايرة. لكن الحقيقة عشان يعني واحنا بنتكلم عن مجلس إدارة، عشان تقود كيان بحجم النادي الأهلي أعتقد مهمة تقيلة جدا ومهمة صعبة جدا. نادي مطلوب منه المشاركة والتفوق والحصول على كل البطولات في كل الرياضات، كنا بنتكلم سباحة، تنس طاولة، طايرة، سلة، رجال، سيدات، أشبال، ناشئين، يعني كم كبير جدا الحقيقة، وتركة صعبة جدا. كل التوفيق لمجلس إدارة نادي الأهلي اللي قادر الحقيقة أنه مش بس يقوم بمهمته، لكن الحقيقة بيحط في اعتباره وفي مقدمة أولوياته كمان أنه يكون في حركة تطوير شاملة على كل المستويات، سواء كنا بنتكلم على بنية تحتية، سواء كنا بنتكلم على منصات إعلامية، سواء كنا بنتكلم على استاد جديد بيحمل اسم نادي الأهلي، اسمه وشعار نادي الأهلي طبعا. كل دي الحقيقة
خطوات مهمة جدا في سبيل التطوير الدائم والمستمر. نرجع مع حضراتكم لأخبارنا، وإحنا يمكن ابتدينا الحلقة بمجموعة من العناوين، بس قبل ما ندخل في تفصيل أخبار النهاردة في ماتش مهم جدا يا سارة، أنا عارف إنك أنت قلبك يميل إلى البايرن وعقلك يميل إلى ليون، ولا العكس صحيح؟ بايرن بعد اللي عمله لقلبي والعقلي هيملوا له يا احمد خلاص بعد ما برشلونه خرج من لكنه مرشح بقوه النهارده طبعا هو الاقوى طبعا لكن المباراه مش محسومه، يعني ناس كثيره جدا تفتكر بعد السكور التقيل اللي عمله البايرن مع برشلونه انه خلاص تقريبا بايرن حاطط رجله في النهائي، لكن ليون ويمكن اثبتها في اكثر من مناسبه، فرقه مش سهله على الاطلاق. حتى النهارده تصريحات مانويل ناير حارس مرمى بايرن ميونخ بيتكلم على انه احنا بالنسبه لنا مباراه صعبه ومباراه مصيريه، وبينظروا لليون على انهم منافس حقيقي وعنده فرص كبيره جدا في التاهل للنهائي. قدم مفاجات يا احمد في البطوله اليوم، بس انا بالنسبه لي حسن بايرن ميونخ اقرب فريق زي ما قلنا قبل كده متكامل، قادر ان هو يسيطر على المباراه بشكل كامل. ده ما خلاص الدنيا مفاجات اللي شفناه خلاص الاسبوع اللي فات، بس غير بايرن ميونخ بالنسبه لباريس سان جيرمان امبارح. باريس سان جيرمان طبعا قضى مباراه اعتقد كويسه، وانا قلت لك حتى يمكن كان معانا لامين كاظم مراسل فرانس 24 على الهواء، وقلنا انه باريس سان جيرمان فرصه اعلى بكتير، النجوم اللي عنده تقيله تقدر تحسم المباراه، ومن الواضح كمان خدي بالك انه كان في درس يعني كان في درس تقيل وشديد وصعب في ماتش اتلانتا في دور الثمانيه، واعتقد ان هم استفادوا من الدرس ده كويس جدا في مواجهتهم. الحقيقه انا شايفه ان باريس سان جيرمان يعني قدر ان هو يسيطر على الماتش من البدايه لحد النهايه، كان في عامل خبره لما يبقى معاه طبعا لاعب زي نيمار ولسه واخد تشامبيونز ليج مع برشلونه في 2015، نيمار دايما في الماتشات اللي زي دي بيبقى وجوده مهم وحاسم الحقيقه، كمان رجوع مبابي وان هو ينزل بشكل اساسي ده ساعد جدا توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في المباراه. لايبزيج برغم ان هو عمل مشوار رائع في البطوله الا انه يمكن يكون ما قدرش يتعامل مع خبره باريس سان جيرمان في ماتش امبارح، ونقدر نقول كده ان الاستاذ تفوق على التلميذ، يعني ناجلزمان مدرب لايبزيج تلميذ مدرب باريس سان جيرمان، لكن الحقيقه كان بيعتمد بشكل اساسي على ثلاث اسلحه معاه امبابي ودي ماريا ونيمار، هم كانوا فرق كبير قوي في الماتش. بس بعيدا عن العواطف والانتماءات، احنا امام مواجهه بين مدرستين، مش بكلم على مدارس كرويه، بكلم على مدارس في اسلوب الاداره وبناء الفريق. يعني احنا امام باريس سان جيرمان، يعني الطرف اللي وصل خلاص اوريدي للنهائي، فريق يعتمد على اول نهائي في دوري ابطال اوروبا ليه يا احمد افندم؟ باريس سان جيرمان اول مره يوصل من 97 اعتقد، من 97 و 97 كان اعتقد اليويفا كاب او الكونفدريشن كاب كانت اسمها كده في التوقيت ده، لكن من 97 ما وصلش لنهائي اي بطوله قاريه في اوروبا اعتقد، بي اس جي باريس سان جيرمان، لكن موناكو يمكن وصل، مارسيليا مش فاكر، مارسيليا يمكن وصل برضو، اعتقد مارسيليا وصل في سنه من السنين برضو الكونفدريشن. لكن انا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم الالمان بيتميزوا في حاجه او في نقطه مهمه جدا، يعني لما نبص على فرق الدوري الالماني، وانا اديت مثال واتكلمت بالتفصيل على فريق زي لايبزيج، بالمناسبه لايبزيج اللي وصل قبل نهائي دوري ابطال اوروبا واحد من اكبر البطولات على مستوى العالم، فريق تاسس سنه 2009 يعني عمره لا يتعدى 11 سنه او 12 سنه بالكثير، لكن لما نبص للتجربه الالمانيه او المدرسه الالمانيه في كيفيه بناء فرق يختلفوا كليه عن المدرسه الاسبانيه او المدرسه الايطاليه او المدرسه الانجليزيه، فكره انه ماني توكس بالنسبه لهم الفلوس موجوده ومهمه ومؤثره، لكن مش بالقدر الاكبر، مش بالقدر اللي يسيطر بشكل كبير جدا على الفرق الكبيره عندهم، حتى بما في ذلك بايرن ميونخ اللي زي ما الناس كلها بترشحه ان هو الاقدر ان هو يوصل بطوله السنه دي، ما تلاقيش فيه النجم او الصفقات اللي من العيار الثقيل، الصفقات اللي ب 150 و 180 و 200 مليون يورو، بالعكس بتلاقي انه الصفقات كلها يعني الظهير الشمال بتاع بايرن ميونخ اللي انا شفته مارسيا ده انت بتتكلم في 93 يا ابو علي، يعني بنتكلم في 27 سنه كان بطل اوروبا مارسيليا، ومن بعدها حصلت الكبوه. بس هرجع تاني للولد ده دوجلاس، اعتقد اسمه دوجلاس على ما اتذكر، او لان هو لسه انا اول مره بشوفه الحقيقه شفته في قبل النهائي او في دور الثمانيه. الولد ده عالمي، الظهير الشمال في بايرن ميونخ ده اكتشاف صفقه
90% من الناس اللي بتتابع كوره ما سمعتش عنها، اسم ما تقدريش تقولي ان هو نجم سوبر او صفقه من العيار الثقيل، لكن الحقيقه الولد قدم مستوى عالمي يعني، واعتقد انه في الناحيه دي هيبقى من الاسماء الكبيره جدا في الكوره في السنوات اللي جايه، على عكس بي اس جي مثلا لما تلاقيه مدجج بالنجوم، بتتكلمي على ايكاردي، بتتكلمي على نيمار، بتتكلمي على امبابي، بنتكلم على دي ماريا، بنتكلم على فيراتي، كلها اسماء ليها وزن وليها تقل وليها سعر كبير جدا في السوق. فهي قدره انك انت تعملي التوليفه بفلوس قليله جدا، لكن في عين خبيره بتعرف تختار، وفي اداره فنيه تقدر توصل لاعلى درجات الانسجام بين عناصر الفريق، ده معيار ومدرسه مهمه جدا لابد انها تتحط في الاعتبار. انت بتشجع باريس سان جيرمان فانت مبسوط. انا بشجع باريس سان جيرمان بس ده ما ينكرش اعجابي الشديد جدا ببايرن ميونخ كفريق كره متكامل. طب يعني متكامل. في النهائي كده لو الاثنين في النهائي، يعني لو الاثنين يرفعوا كاس البطوله لا يبقى لا قولي حد واحد طبعا، يعني انت عارفه عشان الثقافه اساسا فرنساوي، فطبعا هروح لبي اس جي. قلبي مع بي اس جي بس عقلي مع بايرن ميونخ. خلاص ماشي، احنا نروح بقى للنادي الاهلي، نروح لملعب التتش، ناخد مراسلنا شريف شعبان يقول لنا بقى على الموضوع الاهم. خلاص بقى باريس سان جيرمان خلاص، لا الاهلي والزمالك القمه. شريف برحب بيك في برنامج السادسه. برحب بيك يا ساره، برحب بيك احمد، برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج السادسه، وباذن الله يا رب يكون جاي كل الصراحه. قول لنا كده على اخر استعدادات يعني فريق الاهلي قبل مباراه القمه يوم السبت ان شاء الله. يمكن النادي الاهلي بيستأنف تمريناته، يمكن امبارح فايلر اعطى بعض اللاعبين راحه وليس الفريق بالكامل. امبارح فيه يمكن معظم اللاعبين كانوا موجودين في الجيم، بيعملوا ريكفرنج، بيعملوا تمرينات تقويه حسب يعني كل برنامج حطه مدرب الاحمال، ويمكن معظم اللاعبين امبارح يمكن اتمرنوا النهارده بيستأنفوا تمرينات. كل الفريق بدا التمرين في الخامسه والنصف مساء، طبعا محاضره من فايلر مع اللاعبين، وكان يمكن سمع يعني الصوت كان عالي شويه من فايلر، بيحس اللاعبين ان الفتره القادمه تكون اداء احسن من كده. اهوت اللاعبين لازم يظهروا قدراتهم البدنيه والفنيه في المباريات القادمه، وطلبهم طبعا بالفوز على الغريم التقليدي فريق الزمالك يوم السبت المقبل. وبعد المحاضره اللي استمرت حوالي 7-8 دقائق في ارض الملعب، يمكن اللاعبين بيتمرنوا امامي الان، يمكن بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين اللي شاركوا في مباراه اسوان الاخيره يمكن بيعملوا تمرينات طايره عشان خاطر يفكوا عضلاتهم خالص، ويمكن تمرين خفيف ما يكونش فيه حمل او لود على عضلاتهم. وباقي اللاعبين اللي ما شاركوش في التمرينات، التمرين بدني طبعا قوي جدا. ايه الموقف بالنسبه لجيرالدو والشيخ في التمرين النهارده؟ جيرالدو والشيخ يمكن سالت الدكتور اسامه، ويمكن النهارده جيرالدو او يمكن بالامس بدا جيرالدو بعد اجراءه للاشعه على العضله الخلفيه. يمكن جيرالدو عمل جلسه الصبح وعمل جلسه بالامس، ويمكن النهارده ايضا عمل جلسه الصبح وجلسه منذ قليل، ويمكن جري حوالين الملعب. ومن الظاهر بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي بنسبه فوق ال 95% باذن الله جيرالدو موجود في مباراه القمه، ولكن طبقا للرؤيه الفنيه لرينيه فايلر. اما احمد الشيخ نفس القصه برضه، بالامس كان موجود وعمل جلستين بالامس، والنهارده ايضا عمل جلسه الصبح وجلسه منذ قليل، ويمكن الفوائد كلها برضه بتقول ان هو بيقترب بنسبه كبيره جدا برضه لمباراه القمه، ولكن برضه طبقا للرؤيه الفنيه لمستر رينيه فايلر. هل تقدر تقول لنا يعني ايه الحاله المسيطره على اللعيبه قبل مباراه القمه او معنويات اللعيبه؟ يمكن لعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات الكبيره، بتحب المباريات اللي الناس كلها بتحب تتفرج عليها، مفيش احسن في مصر طبعا من الكلاسيكو يعني الاهلي والزمالك. فلعيبه النادي الاهلي مركزه جدا، عاوزه تعمل حاجه، عاوز تصلح جمهورها عن الاداء اللي ما كانش الى حد ما راضي الجهاز الفني او راضي كمان الجماهير، ولكن طبعا فترات الراحه الكبيره جدا هي اللي مخليه الاداء مش كويس قوي. ولكن لاعبي النادي الاهلي تعهدوا ان يوم السبت يظهروا بشكل ملفت خالص، بشكل متغير خالص عن الفترات السابقه، ومحاوله طبعا الفوز على الغريم التقليدي. وباذن الله بطمنكم بطمن كل الجماهير، لا الاداء النهارده في التمرين امامي اللي مستمر الان او شغال امامي الان، لا الحاله المعنويه كويسه جدا، الكل مركز، الكل بيحاول يلفت نظر رينيه فايلر عشان يحجز نفسه في التشكيله الرئيسيه اللي هتقابل فريق الزمالك يوم السبت، وباذن الله يكون الانتصار من حليف النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا، دي كانت تفاصيل التمرين النهارده، وبيتهيالي خبر انه ان شاء الله باذن الله جيرالدو والشيخ يكونوا جاهزين، ده الى حد كبير جدا هيمثل بيتهيالي اريحيه في دماغ فايلر، لانه الراجل اعتقد انه يعني بعد ماتش اسوان الراجل كان يعني علامات استفهام كتيره جدا بالنسبه له مش واضحه، كان بيفكر ازاي ممكن
لا قدر الله لو اللعيبه دي غابت مع متولي طبعا ربنا يرجعه لنا بالسلامه. كانت الحقيقه كان ماتش مؤلم زي ما قلنا انا وساره واتكلمنا تاني من الماتش، فاعتقد دول هيدوا له يعني كروت ممكن يلعب بيها في اي وقت، سواء اذا كان هيبتدي بيهم من البدايه او يفضل انه يدفع بقى جايه وليد مثلا ورا مروان، يعني هيبقى عنده مساحه انه يتحرك فيها من خلال اختيارات ومن خلال طبعا جاهزيه اللعيبه خلال الايام اللي جايه قبل ماتش الزمالك. طيب سريعا جدا يعني عشان قلنا لحضراتكم عناوين الاخبار، مبدئيا احنا عندنا طبعا او اتحاد الكوره عنده مشكله فيما يتعلق بالاجنده الدوليه، لانه الاتحاد الدولي حدد مواعيد في اكتوبر ونوفمبر، وده الى حد كبير جدا هيعمل خلل في عمليه استكمال مباريات الدوري العام. عندنا اسبوعين، واحد في اكتوبر واحد في نوفمبر، تم الاتفاق عليهم او تم تحديد مواعيدهم يعني، وده الى حد كبير اعتقد هيلخبط شويه جدول المباريات اللي تم الاعلان زي ما قالت ساره عليها عن ثلاث مباريات مقبله في جدول الدوري، في انتظار بقى مواعيد ماتشات الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا، وفي انتظار ايضا شفاء بعض حالات الكورونا في بعض فرق الدوري. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم في السادسه مره ثانيه. مرحبا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي يعني احنا معانا مداخله مهمه جدا عبر سكايب مع توماس جرومارك مساعد مدرب ليفربول. الراجل ده مش بس مهم علشان نتكلم معاه ان هو في ليفربول وقد ايه ليفربول عامل طفره الحقيقه، اول مره دوري بعد 30 سنه، وكان برضو واخد الشامبيونز ليج، وعلشان تفاصيل كتير هنتكلم عليها مع محمد صلاح، بس الشهرين اللي فاتوا الراجل ده كان حديث العالم انه ازاي ليفربول عندها مدرب بس لرميات التماس، وقد ايه الموضوع ده مهم وقد ايه مهم قوي ان اللعيبه تقدر تتدرب عليه. مرحبا بمستر توماس في الاول على شاشه قناه الاهلي، برحب بحضرتك. في البدايه كلمنا عن طبيعه عملك كمدرب مساعد في فريق ليفربول واللي حققته من نجاح فيما يخص تدريب اللاعبين على رميه التماس، وقد ايه دي حاجه مهمه جدا وبتفرق في الماتشات. Football throwing. I'm a football throwing coach, and I'm only working with the throw-ins. I'm working with the throw-ins all over the pitch, and I'm learning the players how to make a bigger, better throw-in. I've made Liverpool go from number 18 to number 1 in the Premier League in throw-in, so it's really important. نعم، فحيث دربنا منذ الرقم 18 إلى الرقم 8 مع ليفربول، ورأينا كم كانت أهمية ضربات التماس. شايف حضرتك يعني التغير الكبير في مستوى ليفربول الموسم ده، تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة من 30 سنة، يعني إيه اللي خلى فجأة ليفربول يبقى منافس بقوة على الألقاب؟ أعتقد the strength of Liverpool FC قوة ليفربول التي رأيناها. I think that the strength of Liverpool FC is that we are working together. So everybody. نحن نعمل جميعا، كلنا فريق واحد، نتحد ونتضافر في مجهوداتنا حتى نقدم أفضل ما لدينا. And we have a really good manager in كما أن لدينا club, so, إدارة جيدة وفريق فني كامل. So I think Jurgen Klopp has brought the best out of every player and every coach. ولذلك أعتقد أننا بهذا حصلنا على أفضل النتائج الممكنة من كافة اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق. طيب لو اتكلمنا على أسباب وداع ليفربول حامل اللقب مبكرا من دوري أبطال أوروبا الموسم ده. I just think we were unlucky because we إننا لم يحالفنا الحظ أمام الأتلتيكو. But we didn't score goals on the chances we had. وإننا لم نحرز وإن كانت هناك فرصة كانت متاحة لدينا.
So I think, for me personally, I think we had a good season, but we were just a bit unlucky in Champions League. لذا من منظوري الشخصي أرى أنه كان موسم جيد بالنسبة لنا ولكن لم يحالفنا الحظ. الحقيقة احنا شايفين حالة يعني قوية جدا مع بين يورجن كلوب مدرب ليفربول واللعيبة وبينه وبين الجماهير، وعمل فرق كبير الحقيقة من ساعة ما تولى مهمة تدريب فريق ليفربول. شايف وجهة نظرك يعني ايه اللي بيفرق يورجن كلوب عن أي مدرب تاني؟ ايه مميزاته عن أي مدرب تاني؟ Oh, I think Jurgen Klopp is a fantastic coach. أعتقد أنه مدرب رائع للبداية كبداية. And he's very good at looking at the small details. وهو شديد الحرص بالنسبة للتفاصيل الدقيقة أيضا. And that's also the reason why he brought me in as a throwing coach. ولهذا نرى أنه اختار مدرب فقط للمسات التماس، اختارني كمدرب للمسات التماس فقط. And then he's also a very kind man too. وهو أيضا رجل شديد الطيبة. طيب عايز أعرف برضو رأيك في اللي بيقدمه محمد صلاح مع الريدز. محمد صلاح is a world-class player. محمد صلاح هو لاعب على مستوى عالمي. And he's really a player who makes the other players better too. وهو لاعب يحرز فرقا كبيرا على كل المستويات. So in Liverpool we are very lucky to have him and other world-class players. ونحن كليفربول نرى في انفسنا محظوظين لانه معنا ويلعب للفريق. Yes. طيب لو هنتكلم عن طموحات ليفربول في الموسم الجديد، وشايف مثلا الحفاظ على لقب البريمير ليج في الموسم اللي جاي دي هتكون مهمه سهله؟ لا لا اعتقد انها ستكون مهمه سهله، انها دائما مهمه صعبه في البريمير ليج. In the team we'll do our best and then we'll see what happens. الا اننا سوف نقدم افضل ما لدينا وننتظر النتائج ان شاء الله. طيب توقعاتك للفريق الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال الموسم ده؟ Sorry? Yes, now I can hear you. Yes, I'm ready. Yeah, I can hear you. كنت بقول توقعاتك للفريق الأقرب للتتويج باللقب دوري الأبطال الموسم ده. Yeah, I think we expect to make a really good season. So let's see what happens with the title. موسم جيد ونرى من سيحوز باللقب. طيب محمد صلاح يعني كلنا عارفينه كنجم وقدام الشاشه وفي الملعب وبنشوفه، في تفاصيل مثلا مميزه عن محمد صلاح بيبقى بينك وبينه في التدريب او بينه وبين يورجن كلوب الجمهور يحب يعرفها؟ إنه يصعب علي القول لأنه دائما في مود يعني في حالة نفسية جيدة وهو شديد التطلع. But the strength of Liverpool FC is that we have a lot of players who are ambitious and are really in a good mood and have a lot of positive energy. وقوة ليفربول أساسا هي في أن لاعبين جميعهم لديهم الحالة النفسية المناسبة ويتطلعون دائما إلى الفوز وإلى تقديم أفضل ما لديهم. But again, Mohamed Salah is a fantastic player. إلا إني ما يمكنني قوله عن محمد صلاح إنه إنسان مميز ولاعب متميز. بشكرك جدا مستر توماس، كنت منورنا في برنامج السادسه. حقيقه اي كلام عن ليفربول وعن محمد صلاح بيشد جدا الجماهير. كنت عايزه اقول بس قبل ما نطلع فاصل ان كنا اكدنا ان رونالد كومان خلاص بقى مدرب لبرشلونه بشكل رسمي. الراجل ده الحقيقه كان من اساطير
برشلونة في بداية التسعينات، وهو كمان اللي كان أحرز هدف في سامدوريا في 92، وكان أهدى يعني أول لقب تشامبيونز ليج لبرشلونة. الحقيقة هو مهمة صعبة جدا عليه أنه هو يعيد بناء البيت الكتالوني تاني بعد اللي حصل الفترة اللي فاتت. هو من متوقع ان هو اكيد هيعتمد على لعيبه من اكاديميه برشلونه، بس هو كمان اكد ان ميسي جزء كبير ومهم جدا من خطته ومن مشروعه الفتره اللي جايه. وفي تقارير اسبانيه طلعت النهارده وقالت ان ميسي مكمل مع برشلونه وباقي مع برشلونه، لكن اللي هيحصل الفتره اللي جايه هيقدر كومان، يعني كومان اكيد هيبقى معاه دعم من الجماهير بشكل كبير لانه من اساطير برشلونه زي ما قلنا، بس هيقدر ان هو يبني تاني فريق برشلونه ويرجعه للانتصارات زي ما كنا متعودين عليه، ده اللي هتجاوب عليه الايام. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه، وزي ما قلنا لحضراتكم في البدايه واحد الحقيقه من نجوم النادي الاهلي اللي منورنا في استوديو السادسه النهارده. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في اوقات كتيره جدا تجد بين الناس كده اختلاف او اتفاق على موهبه بعينها، لكن لما تسمع الحقيقه مش بس على مستوى الفني او المهاري، لا كمان على المستوى الاخلاقي، اتفاق بين كتير جدا من النجوم على شخص بعينه، وتتاكد انك انت مع شخصية مميزة. كابتن أشرف ممدوح ضيفنا النهاردة في السادسة، أهلا وسهلا بيك ومنور بيتك قناة النادي الأهلي. أستاذ أحمد بشكرك جدا طبعا على المقدمة الجميلة دي، أتمنى طبعا أكون عند حسن الظن وعند حسن تقدير الناس ليا. سعيد جدا بوجودي معاك وسعيد جدا بوجودي في قناتنا طبعا قناة النادي الأهلي، وبتمنى طبعا الحقيقة كنت بتمنى طول عمري أن قناة النادي الأهلي نشوفها بهذا الشكل، بهذا الشكل المميز والرائع، لأنه النادي الاهلي يستحق وجماهيره تستحق ان يكون عندنا قناه بهذا الشكل المميز. اضيف بقى على كلامي لانه بعيدا كمان عن مشواره جوه المستطيل، هو زميل واعلامي قدم وقف قدام الكاميرات، فاعتقد انه نظرته وتقييمه لقناه النادي الاهلي كمان مش بصفته بس واحد من ابناء النادي، لكن وكمان الحقيقه صاحب مشوار اعلامي متميز. بشكرك جدا احمد، ربنا يسخرك. ارجعك كده فلاش باك بالذاكره، انا عارف انك انت انضميت للنادي الاهلي تقريبا كان عندك في التوقيت ده 15 سنه. تقريبا. مين صاحب او مين العين اللي لقطت موهبه اشرف ممدوح وكانت سبب في انضمامه للنادي الاهلي؟ في الحقيقه يعني هو مشوار طويل طبعا جدا. انا ابتديت في مركز شباب سمالوط محافظه المنيا. وكان يعني ذكرا طبعا للاسماء اللي كانت موجوده وكان ليها فضل عليا. المنيا ولاده طول عمرها. الحقيقه طبعا كابتن عبد الرسول، يعني كابتن عبد الناوي، اسماء كثيره جدا. يعني الاسماء اللي هذكرها معلش كان ليها برضو بصمه في معايا، كابتن عصام خليفه، كابتن وليد عبد المنعم، كابتن احمد ناجي، دول كابتن حمدي عثمان، كابتن ربيع، دول في مركز شباب سمالوط. والحقيقه الفتره اللي انا قضيتها معاهم الكام سنه فرقوا برضو في شخصيتي شويه. كان وقتها في دوري اسمه دوري المناطق على مستوى الجمهوريه، شمال الصعيد كان ليها منتخب، رحنا لعبنا في اسكندريه، كان مناطق كتيره جدا شمال الصعيد وجنوب الصعيد والدلتا، ويعني كتير جدا الحقيقه، كان حوالي 7 أو 8 مناطق. كان في كابتن مصطفى عبده متولي الاداره الفنيه منتخب مصر وقتها في السن ده 15 سنه، كان دكتور عمرو ابو المجد، وهم كان ليهم الفضل الكبير جدا الحقيقه في ان انا اروح النادي الاهلي من وانا في هذا السن، واروح لمنتخب مصر من وانا في هذا السن 15 سنه. والحقيقه من وقتها الحمد لله وانا بلعب اساسي في الفرقتين سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، تدرجت طبعا في كل الاعمار السنيه لمنتخبات الناشئين لغايه المنتخب الاولمبي، وبعدها انضميت لمنتخب مصر القومي مع كابتن طارق. انت وانت بتلعب في المنيا يعني في دماغك او كان حلم او يعني كان هدف بالنسبه لك انك انت تكون في يوم من الايام موجود في النادي الاهلي؟ كان مجرد حلم الحقيقه، لانه وقتها كان برضو في صعوبه، يعني ما كانتش الرياضه او كره القدم انتشرت بهذا الشكل، السوشيال ميديا حاجه وسعت الدايره جدا. الفتره الاخيره كمان الانديه ابتدت تدور اكتر في الصعيد وفي الدلتا وفي اماكن كتيره جدا، ولكن وقتها
كان مجرد حلم انك ممكن تتواجد في النادي الاهلي من مركز شباب صغير بالتاكيد، ولكن يعني الحمد لله ان ربنا اكرمني بموهبه قدرت من خلالها الحمد لله ان ننتقل لبيتنا طبعا النادي الاهلي. لا موهبه ايه، احنا يعني كل زمايلك اللي انت جيل مين الاول تعرف الناس جيل جيل لا جيل كتير يعني هشام حنفي طبعا، هاني العقبي، زكريا أيه. حسين، مصطفى كمال، احمد سامي، أيه. بجاتو، الله يرحمه محمد توفيق، سامر عبد الرحمن، ده الجيل اللي كان في النادي الاهلي وقتها. في جيل الزمالك كان موجود اسامه نبيه، حازم امام، مدحت عبد الهادي، معتمد جمال، اسماء الحقيقه كتيره جدا. كان في المقاولين مجموعه مميزه جدا، كان عبد الستار صبري، وكان طبعا. مجموعه كبيره، محمود العارف، مجموعه كبيره جدا، احد أمهر الجمل لمس الكره في مصر طبعا، ده صحيح، ايمن الجمل في الاسماعيلي، الحقيقه كان مجموعه مميزه جدا. احمد حسن كان لسه في اسوان، ما كانش لسه انتقل للاسماعيلي وبعدها النادي الاهلي. محمد عماره، احمد حسن من المنيا اساسا صح، من المنيا، من بني مزار. محمد عماره في بلديه المحله. كان في احمد فاروق لو فاكره، موهبه كانت على تواصل معاهم لغايه دلوقتي، كلنا على تواصل وبنتقابل تقريبا بشكل مستمر، يعني اتصالات تليفونات طول الوقت. انت عارف دايما كنت بقول، يعني حتى كنت بقول الكلام ده في المقدمه، الجماهير تتفق تختلف على موهبة لعيب بعينه، لكن صعب انك انت تلاقي اجماع من لعيبة كورة على موهبة حد معين. يعني كلمة لعيب تقيل دي احنا سمعناها من زمايل اشرف ممدوح كتير قوي يعني، فالحقيقة واضح انه انت ليك معزة خاصة في يعني الحمد لله مشواري، الحمد لله يعني على الاقل على المستوى الاخلاقي يعني الحمد لله انا راضي عنه تماما. المستوى المهني بقى او داخل الملعب يعني اديت ما عليا، كل واحد تعرف كرة القدم شوية بتدي وشوية بتاخد، ولكن الحمد لله يعني. بس اكيد في محطات تمام. ولحظات كده انت يعني تحس انه انا في مشواري انجزت او كنت صاحب بصمه في حاجه معينه، اهم المحطات دي بالنسبه لاشرف ممدوح؟ كان في محطات مهمه جدا الحقيقه. يمكن مشواري في النادي الاهلي الحقيقه كان في كام عقبه في البدايه كده، او سوء حظ او عدم توفيق، يعني هسميه سوء حظ، لانه وانا في النادي الاهلي منتخب اولمبي انا كنت اساسي طول الفتره دي، كنت بلعب انا واسامه نبيه، وكان تحتنا حازم امام، كان متواجد مستر ستايكو مع المنتخب الاولمبي. كل البطولات اللي خضناها كنت انا الاساسي في الفريق، يعني ابتديت اشارك مع النادي الاهلي في مباريات، وهاجي لك النادي الاهلي ان كان صعب جدا جدا ظهور اي ناشئ وقتها. الامور دلوقتي اسهل بكتير جدا لما يكون متواجد كابتن محمد رمضان، كابتن حسام حسن، كابتن ايمن شوقي، فيليكس، اربع مهاجمين الحقيقه يعني من العيار الثقيل جدا طبعا. اي واحد منهم كفايه جدا يلعب النادي الاهلي او لوحده او مع منتخب مصر كمان. فكان صعب جدا ظهور اي حد ممكن يشارك حتى في التدريبات، يعني كان صعوبه كمان ان احنا نشارك معاهم في التدريبات. امر محبط يعني، يقتل الدوافع او يخليك حاسس ان الحصول على فرصه في حد ذاته ده شيء صعب جدا، وبالتالي يعني بكلم عن الناحيه المعنويه، يعني مين يعرف ازاي بتحس بيها وازاي بتتعامل معاها. هو وجودي في المنتخب الاولمبي كان بيديني ثقه اكبر، لانك بتلعب بشكل اساسي. الحمد لله كنت هداف المنتخب الاولمبي في الفتره دي، اول واحد راح منتخب قومي او اختير من ضمن المنتخب الاولمبي مع كابتن طه اسماعيل وقتها، من ضمن مجموعه المنتخب الاولمبي كنت انا الحمد لله. يمكن الفتره دي الحقيقه كانت فتره مهمه جدا جدا في حياتي مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لان مستر سايكو كان مهتم جدا جدا بيا انا وهشام حنفي واحمد سامي، كانت تحديدا الثلاث اسماء دول. ويمكن انا اول واحد شاركت من المجموعه دي في مباراه النادي المصري. أيوة. كان في اهتمام كبير جدا منه، لان هو كان عايز يدفع ببعض السن او الاعمار الصغيره، وهو كان شايف الحمد لله ان انا كان بيتكلم معايا دايما ان انا ان شاء الله هكون امل النادي الاهلي. ولكن ظروف بقى انتقال مستر ستايكو منتخب اولمبي، أيوة. رحيله، ظروف رحيل مستر هاريس، ظروف رحيل كابتن طه اسماعيل في نفس التوقيت، والحقيقه الثلاثه رحلوا في نفس التوقيت، ودي كانت ضربه الحقيقه صعبه جدا لما يبقى حد مقتنع بيك جدا جدا يمشي ويسيبك مره واحده، بتبقى صعبه جدا محتاج يعني. طبعا فدي طبعا يعني طيب، بمناسبه الاسماء اللي انت ذكرتها وفي منها اسماء يعني انت بتعتز بيها، قول الو كده وحاول تعرف من الصوت مين اللي معانا على التليفون. الو الو ده الو يعني عشرة عمر وصاحب هو انت عرفت مين؟ بس هشام حنفي طبعا. هشام حنفي، كابتن هشام حنفي، مساء الخير يا هشام.
سامح بيتكلم بشكل يومي يعني. اهلا وسهلا، وحشني بقالنا كتير قوي ما يعني من زمان الحقيقه ما تقابلناش وشفناش بعض، بس انت الحقيقه ليك معزه خاصه جدا. اهلا بيك معانا. يا احمد، ويعني سعيد جدا جدا بتواجدك اكيد في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، واجهه مشرفه. الله يخليك يا هشام في الحوار. انا اعرفك على المستوى الشخصي طبعا. طبعا طبعا، اكيد حاجه محترمه جدا جدا. ميرسي يا هشام، ربنا يخليك. ميرسي ميرسي هشام. اول من استقبلني في النادي الاهلي لانه كان كابتن فرقتي، وطبعا لغايه دلوقتي كابتني يعني بالتاكيد. بعتز شخصيا من الشخصيات اللي بعتز بيها جدا في حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه وحتى على مستوى الملعب. هشام فرق الحقيقه معايا كتير جدا في استقباله ليا داخل النادي الاهلي. أيوة. وبقينا اصحاب من وقتها لغايه النهارده. الحقيقه احنا بنتكلم بشكل يومي مع بعض طول الوقت، بنتقابل وبنلعب مع بعض. واحنا مدخلينه في الكنترول عشان يعمل مداخله، قال بس انا كنت مسلف اشرف 300 جنيه عايزهم بس. لا، هشام الحقيقه من الناس المحترمه جدا جدا، واللي عمل تاريخ كبير جدا لجيلنا كمان يعني. داخل النادي الاهلي انا الحقيقه بتشرف بيه هشام يعني. لا لا يعني خليني اتكلم بس عليك انت، لان انت فعلا لواحد اهم الناس اللي شفتها في حياتي، واخوات ولعبنا مع بعض يا احمد والله كتير جدا. واشرف يمكن اتظلم يعني في الكوره بشكل كبير جدا في النادي الاهلي تحديدا، لان هو من اللعيبه الفراوده الهدافين اللي في اي مكان يقدر يخلق لك هدف. زي ما قلنا، وانا كنت بسمع في الاول قبل ما ادخل معاك وسمع اشرف بيتكلم على الناس اللي مشيت واثرت في حياته. خلي بالك الكوره رزق وحظوظ يعني. طبعا في وقت طبعا معين يبقى انت ليك رزق في المكان ده، وفي ناس ثانيه يبقى مالهاش رزق يعني. انا اذكر لك واحد يعني من اهم اللعيبه اللي كانت مثلا في تاريخنا برضه او في جيلي انا واشرف، كان معتمد جمال. ده صحيح. معتمد جمال انا جيت عليه في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين 11 سنه، قعد معانا سنتين وما كانش ليه تواجد ان هو يلعب بالشكل المطلوب، لان انا جيت لعبت اساسي على طول. أيوه. ما كانش حد الحمد لله في الفتره دي يعني قعدني يعني. فانا معتمد، كان الكابتن بيتكلم عليه ان هو لعيب هايل، هو معتمد لعيب هايل جدا. صحيح صحيح. هو شاف نفسه يبقى في حته ثانيه عشان يلعب. لما راح بعينيك بنادي الزمالك وهو اول واحد ظهر فينا، لعب وهو عنده 16 سنه او 17 سنه في نادي الزمالك فريق اول مع كابتن اسماعيل يوسف واشرف قاسم وجمال عبد الحميد، يعني لعب قبلينا كلنا. ايوه. هي ما تعرفش ربنا بيرتبها ازاي يعني. طبعاً. كل شيء في الاخر نصيب. يمكن حاجه في توقيت معين انت تشوفها حاجه مش في مصلحتك او حاجه وحشه بالنسبه لك، لكن مع الوقت وتروح قدام شويه تلاقي ان ربنا كان كاتب لك حاجه احسن بكتير جدا. بالظبط. هي نصيب طبعا ورزق مكتوب لك في حته ثانيه. اجيال بقى هي. صحيح. قيس على كده اجيال كبيره يعني. طب كلمني بس، ايه اكتر حاجه تفتكرها انت واشرف في الملعب مع بعض يعني؟ كتير او بره الملعب برده مفيش مانع يعني. ايه الفكر بس بلاش فضايح يعني. اشرف يعني مواقف كتير قوي يعني، انا هقولها لان حاجات بتضحك. بلاش فضايح بقى يعني، خلينا في المعقول. ها، عايزين فضيحه صغيره كده يعني، مش لازم فضيحه كبيره قوي، ناخد فضيحه صغيره كده. لا الكبيره قوي اللي هو يعني يوم اشرف جه النادي الاهلي طبعا واستقبلناه كلنا كواحد من اللعيبه اللي في الناشئين، انك يعني تجيب لعيب كبير في الناشئين وتعمل له مهرجان، دي كانت كبيره قوي زمان قوي في النادي الاهلي. ما بتحصلش انت تطلع مخصوص المنيا عشان تلعب ماتش مع المنيا، وطبعا جماهير كبيره جدا في الملعب. صحيح. طبعا احنا بنسخن ونزلنا من الاوضه، واشرف الوحيد اللي ما نزلش، وانا كنت كابتن الفرقه واشرف ما نزلش. فانا مستغرب، احنا بننزل مع بعض كلنا، ما عندناش حد فوق الثاني او واحد اللي هو ايه شايف نفسه. احنا في النادي كلنا زي بعض، مفيش كابتن او بدايه يعني. مثلا انت عارف في ناس النجوم بتتاخر في الملعب اللي هي تنزل اخر واحد عشان ياخد الشو. احنا كان لا، بننزل مع بعض. فنتفاجئ ان احنا اشرف مش موجود في الملعب. اشرف فين يا جماعه؟ لا مش في الملعب. فرحت موقف التسخين، فين اشرف؟ اتاري اشرف بيلف على الجمهور واحد واحد بيسلم عليهم كان ماتش اعتزال. يا ابني تعالى يا حبيبي. الناس كانت فرحانه قوي بالنادي الاهلي هناك في صملوط يعني. ف يعني الحقيقه كان الناس فرحانه جدا بيا ورحبوا بيهم بشكل كبير جدا الحقيقه يعني. دي حقيقه. فدي من المواقف اللي هي يعني ده ماتش اعتزال، فاحنا بنقول لاشرف ده ماتش البدايه بتاعتك. وفعلا من اول ما دخل يا احمد الفرقه بصراحه يعني، كان هو بيلعب هو وتامر نجاته قدام بس حربه، فعلا الاثنين دول اتظلموا بشكل كبير يعني. يمكن تامر ظهر في المنصوره شويه. منصوره طبعا. لكن اشرف اتظلم بجد يعني. اشرف اول حاجه جسمه كويس جدا في الكوره. كان الجيل صعب قوي يا هشام يعني، عشان كده انا لسه بقول احمد ان هشام عمل لنا طفره كبيره جدا لجيلنا، لانه قدر يشارك في مع مجموعه مهمه جدا في النادي الاهلي كان صعب الدخول وسطها يعني. فدي يعني فرقت الحقيقه كتير جدا معاك يعني. انا عايز اقول لك ان في يعني
مش عايز اقول يعني مين المدرب اللي في الفتره دي قال لنا انتوا ما ينفعوش تلعبوا، لان احنا كنا فعلا احنا في مجموعه كبيره قوي ونجوم كبيره قوي في الفريق الاول. احنا كان عندنا 18 سنه 19 سنه مسمعين بشكل كبير قوي قوي، يعني كنا اول البطولات على طول على الجمهوريه، يعني نكسب كل الفرق الحمد لله، ما فيش فرقه وقفت قدامنا، يعني اشرف موجود عندك بيقول لك صحيح. بنكسب بالثلاثات والاربعات والخمسات والستات، يعني وصلنا 6-0 اهلي وزمالك. اشرف عارف الكلام ده، هو موجود حقيقه عشان هو كان بينكره الكلام ده. يعني الحمد لله كنا فرقتنا تقيله قوي قوي، يعني من الفرق تقيله. فعشان نلعب في الفريق الاول الموضوع كان صعب قوي، فمن عدد اللعيبه والنجوم انت في كل واحد في مركزه نجم كبير قوي، يعني اشرف كان قدام كابتن حسام حسن وبريه وكابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، كابتن طارق خليل، كان فيليكس ابو واجد، كان في جورج ارثر. يعني الموضوع صعب قوي يا هشام الحقيقه، يعني كويس ان احنا كنا بنتمرن فوق. صعب قوي، لكن والله فعلا يا احمد انت معاك واحد من الناس المحترمه طبعا طبعا. دي بقى شخصيه النادي الاهلي بقى. عندك لعيب محترم، انسان محترم، انا كان نفسي يكمل لكن هي كل حاجه رزق طبعا انت عارف، لكن في النهايه حتى كمان سلك الطريق الاعلامي. أيوة. وعمل لنفسه شخصيه اعلاميه صحيح. فعلا يعني اشرف حاجه محترمه جدا يعني. صحيح. اشكرك جدا يا هشام والله، مش عارف اقول لك انا إيه. بشكرك جدا طبعا انك انت معانا، ونتمنى تكون موجود معانا بقى لايف في الاستوديو قريب ان شاء الله. الله باذن الله، احنا طبعا ما تاخرش على قرارات الاستاد، ربنا يخليك لينا. شكرا جزيلا كابتن هشام حنفي نجم مصر طبعا والنادي الاهلي. بشكره الاول يعني حقيقه كلامه مهم جدا وبشكره جدا عليه يعني. لا ده والله بجد مش مجامله ومش كلام على الهوا، انا بقول للناس ده حقيقي. سمعه اشرف ممدوح بين ولاد جيله وحتى يمكن كمان الجيل اللي كان جاي ورا منك حاجه محترمه، الناس بتحبك وبتعزك وبتحترمك بشكل كبير جدا. بس انا عايز اقف لفكره الصعوبه اللي كنا بنتكلم عليها، فكره الظروف الصعبه جزء كبير جدا بتهالي من نجاح لعيب الكوره، يعني بالاضافه طبعا لامكانياته الفنيه، فكره الـ 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 الاراده وتخطي العقبات ومقدار او قدرته على ان يكون عنده حاله من التحدي مع النفس. يعني هشام لسه بيقول، كانت ناس بتقول لا انت صعب جدا تلعب، وانا بتهيألي ده ممكن يخلق عند لعيب حافز طبعًا. وممكن عند لعيب تاني يبقى مصدر احباط يخليه يبطل كوره. فازاي انت كنت بتتعامل مع ده وغيره من الصعوبات اللي واجهتك في مشوارك؟ دي نقطه مهمه جدا الحقيقه يا استاذ احمد انك بتتكلم فيها. يعني في النادي الاهلي بعد ما مشيت من النادي الاهلي كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه لي، لاني كنت مهيئ يعني حتى مباراه فاينل الدوري ما بين النادي الاهلي وبين النادي الاسماعيلي لو فاكره 4-3 الكابتن رمضان. انا كنت هلعب الماتش ده في الاسبوع ده. وكان موجود كابتن رمضان، كان موجود كابتن حسام، كان موجود كابتن ايمن شوقي، كان موجود فيليكس، يعني مستر هاريس كان ألان هاريس كان بيجهزني العب المباراه، ولغايه اخر يومين قبل المباراه تدريب اساسي انا هلعب المباراه. فتخيل انت يعني انت بتشارك مع النادي الاهلي في اهم مباريات الموسم، فالصدمه الكبيره انك خلاص مهيئ، انك خلاص موجود مع النادي الاهلي، انك بذلت مجهود خلال المواسم اللي فاتت، نفسيا انت مهيئ انك تبقى متواجد والمستقبل قدامك انك تبقى خلاص فرصتي بقى. جمهور النادي الاهلي كمان الحقيقه وقتها يعني عكس دلوقتي شويه، الجمهور كان قريب جدا جدا مننا، متواجد طول الوقت في المدرجات، يعني حافظ. انا عايز اقول لك من وانا 15 سنه في النادي الاهلي الناس عارفيني بالاسم بالشكل لانهم متواجدين معانا طول الوقت. أيوة. فالتهيئه دي فرقت معايا جدا في فكره الصدمه اني مشيت من النادي الاهلي، لانه تقرير مستر هاريس اني متواجد في النادي الاهلي، ولكن اختيارات المدير الفني بعد كده ومدير الكوره بعد كده اللي تولوا الاداره الفنيه والاداريه ان انا امشي من الاهلي، دي عملت لي صدمه. ده اللحظه اللي احنا وقفنا عندها لما كابتن طه وكابتن كل الاسماء الكبيره دي رحلت عن الاداره الفنيه سواء المنتخب مصر. حسيت بايه في التوقيت ده؟ يعني حسيت انك انت كان احباط شديد جدا جدا، لانه انت في قمه الهرم. يعني انا نادي اهلي بلعب بشارك في وسط مجموعه كبيره جدا من النجوم مع منتخب مصر، اخترت وانا لسه صغير وده كان فيه صعوبه جدا مع منتخب الاولمبي، بتشارك بشكل اساسي في قمه الهرم وبتنزل مش بقى سلمه لا يعني على جدور رقبتي زي ما قالوا يعني او ما بيقولوا. كان صدمه صعبه جدا وقتها، حتى اختياراتي كانت بعيده عن الواقع لانه كان جاي لي انديه كبيره زي الاسماعيلي وزي المصري وزي، ولكن الاحباط خلاني اروح لنادي اصغر شويه اقل مع انه نادي كبير واسم كبير. خليني اقف بقى مع مشوارك، لان كانت ما شاء الله انت لعبت الانديه كتيره جدا يعني واحترفت في النرويج اعترفت في نهايه المشوار. بس خلينا نروح معاك ومع مشاهدي السادسه للنادي الاهلي وتحديدا فرع مدينه نصر، زميلنا فاروق صلاح ليه لقاء مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي النهارده. عايز اقول لحضراتكم بافتتاح جديد، انا قلت لحضراتكم يمكن شفنا لقطات
فيما يتعلق بتطوير فرع مدينة نصر. النهاردة هيكون افتتاح البوابة الجديد. خلينا نتابع آخر التطورات والتفاصيل مع الزميل فاروق صلاح. تفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحية بيك زميلي أحمد، والتحية لضيفك الكابتن أشرف ممدوح، وكل التحية والشكر لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم من الأيام التاريخية لأفراد العائلة الأهلاوية، لكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، ركن جديد من أركان البيت الأهلاوي بيتم الانتهاء منه، وصفحة جديدة من صفحات برنامج عائلة النادي الأهلي تصاغ وتكتب اليوم. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن العميد محمد مرجان، أو الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. يوم من الأيام التاريخية لأفراد العائلة الأهلاوية، أفراد البيت الأهلاوي. طبعا الحمد لله رب العالمين، هو يوم من الأيام زي ما أنت قلت. الحمد لله في أيام فاتت كتير كانت جميلة جدا علينا، وفي أيام جاية إن شاء الله بإذن الله كتير هتبقى جميلة جدا. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنشكره. يمكن الناس كلها عارفة يعني مجلس إدارة النادي الأهلي بإدارة التنفيذية في النادي الأهلي بالعاملين، بكل العاملين في النادي الأهلي، بالأعضاء الجمعية العمومية، بنشتغل تحت ضغط يمكن ما حصلش قبل كده، ولكن إحنا عندنا عهد واخدينه على نفسنا من واحنا صغيرين، سواء لنادينا، سواء لبلدنا، سواء لأي مكان احنا بنشتغل فيه. احنا بنتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بنعملها، وبنحاول دايما نعمل الأفضل اللي بيليق لبلدنا أولا، وبيليق للنادي اللي احنا بننتمي ليه. النادي الأهلي كبير يستحق كتير جدا جدا جدا، كل واحد بينتمي للنادي الأهلي، وكل واحد عنده ولاء للنادي الأهلي. يعني مش هقول كلام الشعارات اللي الناس بتقوله والناس بتزعل عليه، لان ده له فضله كبير جدا 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 على ناس كتير جدا. لو احنا هنتكلم على كل واحد من تاريخه من وهو صغير وانت في النادي، علمك ازاي تتحمل مسؤوليه، علمك ازاي تبقى راجل، علمك ازاي تبقى موجود في المجتمع. لازم الناس يعني تفتكر الكلام ده كويس قوي. الكلام ده بفلوس عشان تطلع، ازاي تحب ناديك، وازاي يبقى عندك شخصيه قويه، وازاي يبقى عندك تعرف تاخد قرار في وقت مناسب، ازاي تبقى بطل. كل ده النادي الاهلي بالعاملين فيه، بالمدربين، بالاجهزه الفنيه، بمديرينه، فالحمد لله رب العالمين. طبعا في يوم زي ده لازم اهني اعضاء الجمعيه العموميه. النهارده الحمد لله افتتاح البوابه الفرعيه في مدينه نصر. يمكن مدينه نصر نسبه 80% من الوعود اللي اتقالت في البرنامج الانتخابي، الحمد لله رب العالمين، اذا ما كانش اكتر من كده، افتتاح الاكاديميه او تطوير الاكاديميه. النهارده انت بتطور الاكاديميه عشان تواكب الاعداد اللي موجوده، ازاي يبقى في النهارده اولادنا يبقى عندهم اماكن ومساحات اكتر عشان خاطر يتمرنوا فيها. النهارده الاكاديميه كانت الماكسيمم العدد بتاعها كان 2000، النهارده انت زودت 3000 متر بمعدل 4000 لاعب عندهم قدره النهارده يتمرنوا في الاكاديميه. التطوير اللي احنا عاملين نشوفه ده بيشمل كل المنشآت بتاعت النادي، كل البنيه التحتيه بتاعت النادي، كل يعني زي ما بنقول انت هتلاقي في ظهرنا تاريخ مبادئ تطوير. ده سلوجان موجود قدامنا كلنا عاملين نشتغل عليه. هيجي يوم هنسلم الرايه وهنمشي، دي سنه الحياه. ربنا سبحانه وتعالى احنا مؤمنين بالله، لازم هنمشي، لازم يجي اللي بعدنا يكمل ان شاء الله باذن الله. احنا استلمنا من قبلينا مجالس ادارات كتير جدا من 1907 لغايه ما احنا واقفين النهارده في اللي احنا في المكان اللي احنا واقفين فيه، لكل الناس متهيألي بتفخر اللي هي موجوده النهارده في النادي الاهلي او بتنتمي لعائله النادي الاهلي. عندك النهارده المنطقه الترفيهيه مش موجوده اصلا، بسين الامواج مش موجود في اي نادي في الشرق الاوسط. الحمد لله احنا شايفين يعني في خدمات بنحاول نقدر يعني على قد ما بنقدر بنحاول نبذل جهد وبنقدمها لاعضاء الجمعيه العموميه اللي احنا منهم، احنا واولادنا واسرنا منهم الحمد لله. فطبعا انا بقول الحمد لله وبشكر مجلس اداره طبعا على الجهد اللي بيبذلوه معانا، وعايز اوجه الشكر كل الشكر من اصغر عامل لاكبر مدير في النادي بيشتغلوا معايا. هم دول الزمايل الحقيقيين اللي بيتعاونوا معايا، انا عارف كويس قوي كتر خيرهم، هم مستحملين يمكن انتوا عارفين، بس الحمد لله كلنا بنشتغل تحت ظروف وتحت ضغط، والحمد لله كلنا عشان خاطر النادي. فما بنفكرش يمكن في ناس بايته من امبارح وفي ناس بتبات عشان خاطر اللحظه اللي احنا نبقى واقفين فيها النهارده. فالحمد لله ومبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. محمد بيه، الاهلي فوق الجميع وعائله النادي الاهلي، اعتقد جملتين يلخصوا تاريخ 113 سنه هو تاريخ عمر النادي الاهلي، ونطلع منهم الكثير من القيم والمبادئ لاسم النادي الاهلي. طبعا شوف تاريخ مبادئ تطوير دي حاجه، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع يعني فوق اولاده، فوق من ينتمي ويعمل بالمنظومه النادي الاهلي، ملوش دعوه بحد تاني عشان بس الناس ما ترجمهاش غلط. كل واحد بيشتغل في النادي الاهلي بيسيب مشاكله وبيسيب حاجته الشخصيه وبيسيب اي حاجه. انت بتشتغل في فريق، ما بتشتغلش النهارده محمد مرجان انا يمكن بقى واقف ما اتكلم معاك، ده شرف ليا عشان خاطر انا يمكن على راس المنظومه عندي، عشان خاطر المنصب اللي انا فيه ده في مسؤوليات عليا، في ضغوط عليا، في ولكن في الاخر انا راس المنظومه. لكن كل المنظومه دي 2450 عامل ومدير في النادي الاهلي، هم دول اللي بيساعدونا وهم دول اللي بينجحونا. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي نفس القصه، لكن معاه اعضاء مجلس اداره، كل واحد بيقلع الجاكيت بتاعه بيسيبه، مفيش حاجه اسمها شخصيه، مفيش حاجه اسمها شخصنه مواضيع، في حاجه اسمها النادي الاهلي فقط لا غير، بينا من غيرنا باي حد النادي الاهلي هيستمر. فلازم الناس تبقى عارفه كده كويس، النادي الاهلي مستمر، المهم اللي موجود يتقي ربنا سبحانه وتعالى ويعمل اللي عليه.
اجمل ختام هاخد ختام العميد محمد مرجان، بينا او من غيرنا النادي الاهلي هيستمر، وقطار النادي الاهلي هيستمر وهيمشي في طريقه ويحقق الكثير والكثير من الانجازات. من جديد نعود الى الاستوديو وتعود الكلمه للزميل احمد سمير. بشكرك زميلي فاروق صلاح، والحقيقه يمكن لمسه ويوم جديد بيحتفل بيه كل المنتمين للنادي مش بس اعضاء النادي الاهلي الحقيقه وكل جماهيره بلمسه تطوير جديده في فرع مدينه نصر. الحقيقه يمكن انه يكون واحد من الفروع اللي بيشهد طفره كبيره جدا واهتمام كبير جدا ورؤيه واضحه من مجلس الاداره بهدف تطويره بالشكل اللي يليق بنادي القرن النادي الاهلي. يمكن الفتره الاخيره يعني هطلع بره الكوره وبره مشوارك شويه اشرف، بس انت في الاول والاخير اهلاوي وبالتاكيد منتمي طبعا للكيان. الفترة الأخيرة كان في عدد كبير جدا من الإنجازات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم على محطة الأهلي في شكلها الجديد، من أيام بسيطة افتتحنا استاد الأهلي والسلام، النهاردة بنشوف افتتاح جديد في مدينة نصر. رأيك ايه في اللي بيحصل؟ الطفرة والتطوير في العملية الإنشائية في النادي الأهلي الحقيقة ماشية بشكل رائع جدا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني مجلس إدارة وكابتن محمود خطيب طبعا يكون في أيوة. النادي الاهلي ليه استاد بقى ان شاء الله، يعني بدينا الخطوات ان شاء الله تحلم كل الاهلاويه يعني، وانا احد مشجعي طبعا النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل الفتره اللي جايه، التطوير الرائع في شكل واداء وقيمه قناه النادي الاهلي والمحتوى الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي الفتره الاخيره، الشكل الرائع لكل مقدمي البرامج في النادي الاهلي الحقيقه شكل مميز جدا جدا وشيء مرضي جدا لكل الاهلاويه. اللي كنا بنتمناه ان شاء الله ابتدى يتحقق، وده بشهادة الجميع على فكرة. أنا ليا أصدقاء من نادي الزمالك ومن كل الأندية بيشيدوا بالطفرة دي وبيشيدوا بأداء قناة النادي الأهلي الفترة الأخيرة. الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله وبنوعد كمان إنه نقدم أفضل. خلينا نرجع تاني لمشوار أشرف ممدوح في السادسة، بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبالتاكيد كابتن اشرف ممدوح اللقطات اللي انت شفتها دي رجعتك لذكريات صحيح كتير جدا ولحظات كتير جدا. ذكريات مهمه جدا الحقيقه في حياتي. عارف اهم لحظه في حياه لاعب الكوره هي او لحظات هي وقت ما بيلعب داخل الملعب، يعني الحقيقه بتبقى لحظات مهمه وما بيقدرش ينساها طوال حياته لانها بتفضل معاه طبعا طول الوقت. اهم البطولات سواء كان مع المنتخب الاولمبي أو مع النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي الدوري موسم 94 95 ده كان مع الان هارس برضه، مع مستر الان هارس والكاس، ومع المنتخب الاولمبي كان في بطوله فرانكفون وبطوله تولوز في دول فرنسا، وكان في بطوله افريقيا، ولكن للاسف اتصبت قبلها بحوالي اسبوع او 10 ايام. ايوه بطوله افريقيا اللي احرزناها يعني الحقيقه. أيوة. كانت يعني فتره مهمه جدا في حياتي، والحمد لله ان انا قدرت في الفتره دي احقق يعني فتره كبيره جدا جدا من الاستقرار في النادي الاهلي، وقدرت احقق مع النادي الاهلي البطوله، وقدرت مع المنتخب الاولمبي. أيوة. يمكن دي صوره طبعا ما انا عايزك تكلمني على اللقطه دي. صالح سليم، كابتن صالح سليم طبعا، يعني واحد من اهم رموز مش النادي الاهلي بس، رموز مصر كلها. الحقيقه كنا بنحترمه جدا لانه كلامه كان مؤثر جدا جدا احمد معانا. أيوة. الصوره دي كانت في تكريم انا كنت اخذت حصلنا على بطوله، اعتقد كانت موسم 17، كنا 17 سنه او 18 سنه، وكنت هداف المجاميع كلها، وكانت تكريم الحقيقه من كابتن صالح سليم، وكان مدربنا وقتها كابتن عادل طعيمه. الحقيقه دايما كان الظرف اللي بيديهولك ده كان اعتقد كان فيه 100 جنيه او حاجه كده. طب سؤال، القيمه ما كانتش في الفلوس، ما حسيتش انه لحظه في لحظه يعني من كلامك فهمت انه لحظه انتهاء علاقتك بالنادي الاهلي كان في يعني كانت في توقيت انت شايفه في ظلم ليك او في يعني
ضغط عليك، ما حاولتش تحارب عشان يعني تستمر؟ ما حاولتش مع النادي الاهلي؟ يعني حضرتك عارف انه النادي الاهلي خلاص، مجرد ما خلاص يعني ما فيش تعاقد او انت مش موجود. اللي فهمته من كلامك انه الاداره الفنيه اللي كانت موجوده في التوقيت ده كانت مقتنعه بيك وعايزاك تكمل لما اتغيرت الاداره الفنيه. تقرير كمان مستر انا هارس وقتها انه انا متواجد مع الفريق الموسم القادم ويجب التعاقد معايا خلاص، ولكن يعني الاداره الفنيه اللي جت كان مين التوالي؟ اعتقد مستر هولمان بعدها، راينر هولمان. وكان في الاداره كان مدير الكره وقتها اعتقد اللي جه كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت هو اللي كان شغال عليه. فيعني كان خلاص انت عارف مجرد ما بينتهي، مش عمر علاقتنا بالنادي الاهلي ما بتنتهي، ولكن بس طبعًا. انت خلاص بترحل بتشوف طريق تاني. يمكن الموسم ده اللي رحت فيه نادي الترسانه كان موسم محبط جدا، ما قدرتش احقق فيه حاجه. لك ان تتخيل انه في نادي زي الالومنيوم، رغم يعني مع احترامي الكبير جدا ليهم، ولكن كان نادي لسه صغير وكان لسه صاعد، ولكن حقيقة قدرت الحمد لله في الفتره قدرت ان استرجع قوايا مره ثانيه زي ما انت قلت، بقى عندي الحافز. قدرت الحمد لله انافس على هداف الدوري من خلال فريق ضعيف زي فريق الالومنيوم، ولكن الحمد لله او اقل امكانيات كثيره من انديه كثيره يعني، وكانت فتره مهمه جدا. طيب خليني اتكلم. انت طبعا عندك مشوار طويل جدا، ترسانه لو في حاجه غلط صلح لي. اتفضل. ترسانه، الومنيوم، منصوره، جولدي، الحرس، اسمنت سويس، بتروجيت، ولعبت سنه في النرويج. وبالمناسبه كابتن شطه هو كان صاحب الفكره دي، صح؟ هذه الفكره الجهنميه. صحيح، هي اتاخرت كتير لانها كانت في نهايه المشوار وانا ما قدرتش اتحمل كتير قوي. أيوه. ولكن الحقيقه كانت يعني تجربه بالنسبه لي. دي صورتك مع درع الدوري والكاس. دي صورتي مع درع الدوري فعلا. انت كنت شايفها 94 95. ايوه صحيح. يعني كانت لحظات مهمه جدا الحقيقه. صحيح. في الموسم ده انا لعبت مباراتين ابتديتهم، ده درع الدوري وقتها والكاس. مباراتين كان فريق القناه مع كابتن فؤاد شعبان. أيوه. كان من اصعب الفرق اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي فريق. لانه كان عنده فريق قوي جدا، فريق ما بيخسرش تقريبا. على طول يتعادل يفوز. فريق القناه كان فريق صعب جدا، تقيل جدا في فتره من الفترات يعني. وكان ماتش انك تلعب على ملعبه ده صداع. ابتديت المباراه هنا في استاد القاهره وكانت تقريبا وسط 100,000. دي لاول مره في التاريخ تحصل. واعتقد انها كانت اخر مره، لانه يعني النادي الاهلي لما يواجه فريق ممكن الزمالك ممكن تلاقي 100,000، ولكن مباراه القناه دي في استاد القاهره كان المباراه كانت مفترض انها تذاع وتم الغاء الاذاعه دي، وبالتالي الناس كلها راحت الملعب. ولعبت ابتديت المباراه دي، وابتديت المباراه هناك كانت نهائي الدوري او اخر مباراه في الدوري. واللي حصلنا فيها على البطوله دي كانت في اسماعيليه. يعني الحقيقه كانت مباراه مهمه جدا رغم صعوبتها، ولكن كانت النتيجه بالنسبه لنا مرضيه جدا الحقيقه. طب بمناسبه البطولات، الاهلي داخل على بطولتين، بطوله خاصه. الاول ماتش اهلي وزمالك عندنا يوم السبت ان شاء الله، في ظروف بشكل عام على كل الفرق صعبه. سيزن اعتقد انه كان عنيف جدا، فتره توقف طويله جدا اكيد اثرت على مستوى اللعيبه. صحيح. وبشكل خاص للنادي الاهلي يعني حظنا وحش شويتين مع موضوع الاصابات ده. صحيح. فرايك ايه في المباراه اللي جايه، وايه الكلمه اللي توجهها لعيبه النادي الاهلي النهارده قبل لقاء القمه يوم السبت؟ هو بالتاكيد النادي الاهلي يعني حقق المطلوب لغايه دلوقتي. النادي الاهلي متصدر البطوله 56 نقطه، 18 فوز من 20 مباراه. اعتقد نتيجه هايله في ظل الظروف اللي بتمر بيها الرياضه المصريه بشكل عام او مصر بشكل عام. الحقيقه ظروف صعبه بتمر بيها كل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه، لانه 3-4 شهور توقف. بس انت بالتاكيد طول مشوارك واجهته في النادي الاهلي ظروف صعبه برضه. واجهنا ظروف صعبه، ولكن انك تقعد فتره طويله قوي كده 3-4 شهور، اعتقد انها ما فيش جيل ممكن في مصر. يمكن الفترات بس بتاعه الحروب هي ممكن تكون حصلت، او الفتره بتاعه الثوره اعتقد هي اللي حصل فيها كده. ولكن فتره طويله على اللاعبين. الاصابات بالتاكيد لازم تبقى في اصابات، لانه التوقف مفيش استمراريه في بطوله الدوري في المباريات، وبالتالي طبيعي جدا الاستعدادات ما بتبقاش بشكل جيد ايا كان الاستعداد اللي بيبقى موجود من المدير الفني، ولكن بتبقى في صعوبه استعاده المستوى الفني والبدني مره ثانيه. أيوه. بشكل او بنسبه لا، لعيب الاهلي 70-80% بيستعد او بيستقبل او بيجهز نفسه لماتش الزمالك
بشكل مختلف عن بقيه الماتشات. بالتاكيد يعني مباراه الاهلي والزمالك دايما بيكون فيها استعدادات خاصه نفسيه ومعنويه، لانه استقبال الجماهير ليها نتيجه المباراه واداء اللاعبين بيفرق كتير جدا جدا مع كل لاعب. يعني مباراه الاهلي والزمالك بتصنع نجوم، واحيانا يعني بتقضي على نجوم او لاعبين يعني. وبالتالي مباراه مهمه جدا. الشحن كمان المعنوي من الجماهير الفتره الاخيره على السوشيال ميديا وعلى في الشارع الرياضي المصري، خاصه في هذه المباراه لما يكون النادي الاهلي متصدر خلاص بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. النادي الاهلي حسم البطوله، ولكن المباراه دي ليها طبيعه خاصه، دي بره البطوله خارج البطوله جوه البطوله خارج طبعا بتبقى بره البطوله. ولكن اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر رغم صعوبه الموقف، رغم انه الاصابات كثيره جدا واصابات مؤثره. يعني الحقيقه انا بستغرب جدا انه الناس بتقول انه يعني رمضان ممكن ما يكونش فارق، او اصابه حسين الشحات وابتعاده عن ملعب كهربا محمود متولي. لا، في لاعبين مؤثرين بالتاكيد. واللي ينكر ده اكيد مش منطقي يعني المواضيع لازم تكون بمنطقيه. على الاقل لحين تجهيز لاعب بديل يقدر يسد هذه ده معناه انه فرص، شايف انه فرصنا في بطوله ابطال دوري الابطال بقت اصعب شويه؟ بالتاكيد بقت اصعب شويه، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. يعني دايما بنقول الاهلي بمحاضر، لانه النادي الاهلي في جزء كبير جدا جدا من شخصيه النادي الاهلي بتؤثر كتير جدا في نتائج احمد، بمعنى انه مش بس الاداء الفني هو اللي بيفرق، في روح قتاليه عاليه جدا جدا، شخصيه البطل، شخصيه اللي اتربى عليها اللاعب داخل النادي الاهلي. انا الشخصيه دي يمكن بتطلع يعني في الماتشات السهله او الماتشات اللي ما فيهاش حاله تحدي كبير، او في ظروف طبيعيه، او قايمه مكتمله مثلا، واللعيبه في اعلى حاله، ما تلاقيش شخصيه البطل دي، لكن بتطلع في الوقت اللي بتحس ان في تحدي كبير قدامك. بتفق معاك تماما، بتفق معاك تماما. يعني المعدن الحقيقي طبعًا بيظهر في وقت الشده دايما. صحيح، وده اللي بنشوفه في النادي الاهلي في كل البطولات يعني. علشان كده يعني جزء كبير جدا من الناس بيقولوا انه لا، رمضان مش هيأثر، لا حسين غيابه مش هيأثر، لا ايا كان الاسم اللي بيطرح، ولكن لا، فنيا بالتاكيد هيتأثر. المدير الفني الموجود لازم يكون عنده بدايل، فايلر لازم يكون عنده بدائل بالتاكيد لمباراه الزمالك، والاستعداد الاكبر ان شاء الله ان شاء الله لبطوله دوري ابطال افريقيا. نفسنا ان شاء الله النادي الاهلي ترجع البطوله ثانيه للنادي الاهلي، بقى لنا كتير قوي الحقيقه ما حصلناش عليها، والنادي الاهلي زعيم القاره في البطولات الافريقيه. اتمنى ان شاء الله ان استعدادنا لمباراه الوداد المغربي، مباراه صعبه جدا جدا يعني هنتكلم عنها بالتاكيد، ولكن خلينا في مباراه الزمالك، هتبقى مباراه على المستوى يعني المستوى النفسي والمعنوي اكتر شويه. ان شاء الله الناس الموجوده اعتقد ان في بدائل جيده، ولكن المشكله الكبيره انه لا قدر الله تحصل اصابه لبعض الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده، لانه اعتقد ان مفيش بدائل كتيره تانية بره ممكن تسد المجموعه اللي هتلعب. لا قدر الله، ده اللي مش لا قبل الماتش ولا حتى اثناء المباراه. يعني احنا اللي عندنا الحقيقه يا دوبك نكمل بيهم 18 عمليه الاستشفاء بس، والعمليه احنا النهارده طمنا على جيرالدو وعلى الشيخ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يبقوا موجودين في حسابات فايلر على اقل تقدير يعني ان شاء الله. نتمنى ده. طب افريقيا بتشوفها ازاي؟ يعني مصر دايما ماتشات الفرق المصريه مع شمال افريقيا الى حد ما، بعيدا عن واحنا بنتكلم قبل نهائي اكبر بطوله في القاره، لكن الى حد ما بتبقى ماتشات كده حساباتها مختلفه. مباراه صعبه، مباراه النادي الاهلي امام الوداد وحتى الزمالك امام الرجاء، اعتقد مباراه صعبه جدا الحقيقه. الوداد من الفرق الكبيره في افريقيا مش بس في المغرب، تاريخه الكبير جدا سواء يعني في افريقيا حصل على بطولتين 40 بطوله للدوري هناك، تاني الدوري المغربي حاليا بفرق نقطتين عن الرجاء، يعني فرقه كبيره وتمتلك امكانيات لاعبين مميزه جدا. المباراه هناك كمان هيكون في شحن كبير جدا جدا للاعبين، اعتقد يعني محتاجه استعداد خاص جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي، في اصرار كبير جدا. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، انه الاصرار على احراز البطوله هذا الموسم هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في الحصول ان شاء الله على البطوله، لانه في ظروف صعبه، في اصابات كتير في النادي الاهلي، في ظروف عدم استعداد بنسبه 80-90%، دي الحاله اللي غالبا بيوصل فيها لاعب الكوره في هذا التوقيت يعني. وبالتالي النادي الاهلي يمكن محتاج فعلا دفعه معنويه كبيره جدا، روح قتاليه كبيره جدا داخل الملعب، علشان نقدر ان شاء الله نتخطى الوداد المغربي ان شاء الله في هذه المباراه. ان شاء الله. تتفضل تقابل مين في النهائي لو تخطينا الوداد؟ يعني الرجاء او الزمالك. يعني اعتقد انه مواجهه الزمالك هتكون اسهل.
مواجهه الزمالك. انا شايف ان المباريات الشمال افريقيا بتكون نفسيا صعبه جدا. أيوة. الشحن المعنوي كبير جدا عندهم، هم كمان بيدوروا على بطوله هتفرق كتير معاهم بالتاكيد. اعتقد ان مواجهه الزمالك هتكون اسهل. نتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي طبعا في لقاء القمه وفي بطوله افريقيا، ويكون الفوز ان شاء الله من نصيبه ويسعد جماهيره في كل مكان زي ما كابتن اشرف ممدوح اسعدنا بوجوده معانا النهارده. بشكرك كل الشكر، شرفتنا ونورتنا في السادسه، ونتمنى دايما نتابعك ونتابع اخبارك ونسمع صوتك دايما في السادسه. بشكرك جدا، كنت سعيد جدا جدا بوجودي معاك احمد، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، التوفيق للقناه والنادي الاهلي، بشكركم جدا. شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله تتابعونا بقى مع بدايه اسبوع جديد، حلقه خاصه جدا ان شاء الله من السادسة مساء، هتكون يوم السبت يوم ماتش الأهلي والزمالك لقاء القمة. قبلها هنكون حاضرين مع حضراتكم في الاستوديو وتغطية خاصة جدا للقاء القمة. بشكر حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة، ونشوف حضراتكم إن شاء الله مع بداية أسبوع جديد.